أمام جمهور قليل ليلة الأحد 30 جويلية 2017 في إطار مهرجان الحمامات الدولي، حفل المطربة المصرية دينا الويديدي والفنان الفلسطيني ثامر أبو غزالة. البداية كانت مع دينا الويديدي قرابة الساعة على ركح مهرجان الحمامات الدولي، أدت فيه جملة من الأغاني، أغاني ذات نمط موسيقي خاص ومميز. الجزء الثاني من السهرة كانت مع الفلسطيني ثامر أبو غزالة اللي أدى جملة من الأغاني. ثامر تميز بطرح ساخر وأداء لأغاني تنتقد الذات والواقع. رسالة معينة، هي رسائل مختلفة، ولكن كمان هي مش رسائل، هي انه خلينا ننبسط بهاي الصور مع بعض بغض النظر عن لو كان فيها رسالة او لا. بالاساس احنا يعني اساس الموضوع انه نحس الاشياء مع بعض وننبسط فيها مع بعض. سهرية مع زوز فنانين أدوا فيها أغاني من نوع خاص تميزت بطرح جريء وثائر.